من خصائص يوم الجمعة أنه يوم عيد في الأسبوع، فهو كالعيد العام. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: ولما كان بمثابة العيد العام جعل الله عز وجل فيه صلاة. أين القربان الذي يكون في العيد العام مع الصلاة؟ أين هو في يوم الجمعة؟ قال رحمه الله: فشرع لهم الصلاة وشرع لهم التبكير إلى يوم الجمعة، فإنه بمثابة القربان. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي رواية في الصحيحين: طوت الملائكة الصحف وأتت لحضور الذكر. وعند النسائي: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الناس على قدر منازلهم. وما جاء في الحديث السابق عند النسائي من أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاه، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. هذا الحديث منكر بوجود كلمة العصفور، إنما الثابت خمس ساعات بذكر الدجاجة دون ذكر العصفور. وما جاء من حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن الشياطين يوم الجمعة تغدو إلى السوق براياتها فيثبطون الناس عن الحضور إلى يوم الجمعة، فهو حديث ضعيف. لو قال قائل: تلك الساعات كيف تضبط؟ ما هو ابتداؤها؟ قيل: من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر، وقيل من طلوع الشمس، وقيل هو جزء من أجزاء الساعة السادسة. وهذا القول بنوا على أن الحديث ذكر الرواح، والرواح إنما يكون بعد الزوال. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن كلمة راحة لا تدل على آخر النهار إلا إذا اجتمعت مع غدا، وكلمة الغدو لم تذكر في هذا الحديث. وما جاء من لفظ بذكر التهجير في هذه الساعات، والتهجير إنما يكون مع شدة الحر بعد الزوال، فإنه ليس على كل حال، يكون التهجير
ليس على كل حال يكون التهجير في شدة الحر. لما؟ لأنه يأتي بمعنى التبكير، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التهجير، يعني في التبكير، لاستبقوا إليه. وهذا عام في جميع الصلوات. إذن متى تبدأ وكيف تقسم؟ الصحيح أنها تبدأ من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس الأحكام به تتعلق بصلاة الفجر. إذن من طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى. لكن كيف طلوع الشمس، يعني الذي هو الإشراق، يختلف باختلاف الفصول. فأعطيك طريقة، وتلك الطريقة تفهم بهذا المثال: تجمع الساعات المعروفة لدينا من الإشراق إلى الزوال، ثم تقسم هذه الساعات على خمسة، الناتج هو مقدار كل ساعة. المثال: تصور لو أن الإشراق، هذا كمثال ولكن قد يختلف من فصل إلى آخر، تصور لو أن الإشراق يبدأ من الساعة السادسة وزوال الشمس الذي يؤذن له لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، المجموع ست ساعات. ست ساعات لو قسمت على خمس ساعات الناتج ساعة وربع وما حولها. إذن الساعة الأولى على مثالنا تكون بدايتها من الساعة السادسة صباحاً بعد الإشراق إلى الساعة السابعة والربع، بعدها تبدأ الساعة الثانية ولتحسب ساعة وربع وهلم جرا. وهذا يختلف باختلاف الإشراق، فقد يكون في الساعة، فقد يكون في الساعة الخامسة أو في الساعة الرابعة. وبالتالي فإن على المسلم أن يحرص على التبكير. وللأسف نجد أن بعضاً من الناس أحياناً لا يأتي إلا بعد الفراغ من الخطبة أو في ثنايا خطبة الخطيب. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة على الخير.